لتسليط مزيد من الضوء على بيان علماء العراق حول اتفاق تقاسم الأوقاف بين الوقفين السني والشيعي، ينضم إلينا عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور رافع الرفاعي مفتي الديار العراقية. فضيلة الشيخ، السلام عليكم. جاء في بيان العلماء أن محاولات السيطرة على مؤسسات الوقف السني وموارده بعيدا عن الشروط الشرعية، أي حجج الواقفين والسياقات القانونية المتبعة، هل تعلم إدارة الوقف السني بهذه الشروط والسياقات الشرعية أم هي مضطرة للقبول بنص اتفاق تقاسم الأوقاف الدينية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن هذه المسألة تعد خطوة من الخطوات التي سار عليها المتنقحون خلون الأذناب الذين دخلوا إلى العراق للهيمنة عليه للاستحواذ على ثرواته، لجعله تابعا للجهات التي ينتمون إليها، الدول التي ينتمون إليها. هذه خطوة من هذه الخطوات، سبقتها خطوات، وهذه الخطوات كلها تستند إلى فتاوى باعتبار أن المسؤولين عن هذه الأفعال هم جهات سياسية تدعي الإسلام، يعني من الأحزاب الإسلامية التي تدعي الإسلام. هذه وهؤلاء لا يمشون إلا بخطأ على نهج خطى مقننة من قبل الولي الفقيه. من هذه الأمور التي من شأنها أن تهدم هذا البلد، أن توصله إلى الحضيض، قوات كان من أهمها مثلا في المراحل السابقة تقول إن أملاك ما كان من أملاك الدولة ويمثل ملكية عامة، هذا لا مالك له، ويجوز لكل واحد أخذه بمجرد إعطاء الخمس منه صار حلالا على نهب أموال الدولة وهي ملكية عامة يشترك في ملكها كل فرد عراقي صغير أو كبير أو أنثى. فتوى اللعينة الثانية هي الفتوى التي تقول إن الثروات النفطية الموجودة في باطن الأرض في العراق جهة بالمطر، لا مالك لها، كل واحد يستطيع أن يأخذ ما يشاء منها، أن يدفع الخمس من هذه الواردات التي تأتيه من هذا النفط صار الوارد حلالا، وهذه فتاوى من شأنها أن تقوي الميليشيات وهذه الجهات التي تريد الهيمنة التامة على هذا البلد وتريد أن تجعل منه ذنبا الدولة التي ينتمون إليها والتي يحكمها الولي السفيه. هذا مرحلة أخرى. مسألة الأوقاف، فهذه الشروط التي وردت وهذه التعليمات التي هي القرارات التي صدرت. نعم فضيلة الشيخ، يبدو أن هناك خللا في الصوت. فضيلة الشيخ، هل تسمعني؟ إذا كانت الأوقاف موضوعا دينيا فضيلة الشيخ، يعني إذا كانت موضوعا دينيا فقهيا بحتا، لمصلحة من يتم زج السياسة فيه؟ تدميرها ولكي تهيمن على وارداتها، ما الشيعة راح يحصوا شيء منها، لا إذا استلموها هؤلاء ولا إذا كان يعني هنالك أمل عند البعض تصور أنه هذا راح يعود بالخير على الشيعة، لا لا لا، لم يستلموا من ذلك، لا يمكن لهم أن يستلموا شيئا من ذلك. القرار الذي صدر قرار عليه ضعيف يريد أن يبقى في منصبه، أن يبقى في منصبه ولا علاقة له بالدنيا إذا أقبلت أو أدبرت، إذا أمر البلد لا يهمه، وهذا كان كل السياسيين العراقيين
في الجهاد. طيب فضيلة الشيخ، مناصبهم وكل ما يعني كل ضرر يصيب هذا البلد فلا يهمهم. فضيلة الشيخ، لا موازنة موافقة، وقد وافق عليها غير مخول وليس من صلاحياته ولا يحق له أبدا. مسألة قوي وضعيف. نعم فضيلة الشيخ، يعني إذا كنت تسمعني، من ضمن بنود اتفاق الوقفين السني والشيعي هو تحويل أرشيف وزارة الأوقاف السابقة إلى وزارة الثقافة الحالية. يعني بشأن هذا القرار، هل هذا القرار إداري تنظيمي برأيك أم أنه يخفي غايات أخرى؟ لا لا، هذا قرار قرره السراق، قرار قرره السراق، لأنه ليست أرشيف دائرة معينة، إنما هذه تمثل ندات وقفية وحجج وقفية، قرارات قضائية يجب أن تكون في المحل تابعة له. ما تحويلها إلى وزارة الثقافة فهذا لا يعني أن نفهم منه أبدا أن الغاية منه والتصوير والتحريف والحرق. أقل أسلوب هذا، أحرق الحجيات وقل هذه للوقف الفلاني، هذا أسلوب يتخذه السراق للعب بالمستندات التي تثبت عائدية هذه الأوقاف. طيب فضيلة الشيخ، الحكومة الحالية في بغداد أعلنت تأجيل تنفيذ اتفاق تقاسم الأوقاف الدينية، إلى أي مدى تعتقد أن هذه خطوة ربما كافية لنزع فتيل الأزمة أم أنها ربما انحناء أمام العاصفة مؤقتا؟ هذا يمثل سياسة ذر الرماد في العيون. الرئيس الوزراء والحكومة الحالية عندهم شيء من المصداقية يلقوا هذا القرار، لأن أهل الشأن من كبار علماء السنة، كل علماء السنة كبارهم وصغارهم، ما ليس فيهم صغير إن شاء الله، كل كبار كلهم رفضوا هذا من غير استثناء. يعني حتى أن أقول شيء مهم جدا، أن البيان وقع عليه كلمتان، القائمة الأولى فيها 15 عالما والأخرى فيها عدد 105. هذا لا يمثل العدد الكلي الذي رفض هذه هذه الإجراءات، ولكن هنالك الآلاف من اتصلوا بنا يريدون أن ينتموا ويوقعوا، ولكن المسألة يعني تمثل نماذج من هذه السلالة الطاهرة من العلماء الأكارم من الكبار الذين يرفضون الظلمة، يرفضون هذه الهيمنة على أملاك أوقاف المسلمين التي جعلوها صدقة جارية لله سبحانه وتعالى. طيب. الكل مثلا يعني حينما يوقع على مثل هذا القرار الشيخ الدكتور عبد الملك السعدي، الشيخ عبد الملك السعدي لا يمثل نفسه، وإنما هنالك له المئات بل الآلاف من التلاميذ والمشايخ الذين يتبعون له. حينما يوقع مثلا رافع الرفاع الأمين العام الأمانة العليا للنساء، الأمانة العليا تحوي آلاف من العلماء، نحن ننوب عنهم بهذا التوقيع. لذلك علماء المسلمين، حينما يوقع الأخ الشيخ الدكتور ابن حارث الظاهري، فهذا يمثل أعداد كبيرة جدا علماء الذين هم ضمن هذه الهيئة المباركة. وهكذا كل العلماء الكبار، دكتور هاشم جميل أو عبد الله الجبوري أو غيرهم أو دكتور أحمد الكبريتي، لا يمثلون أنفسهم، إنما يمثلون الشارع العريض، يمثلون أهل السنة والجماعة، يمثلون جميع المؤسسات الدينية كلها ترفض رفضا قاطعا هذا القرار وإجراءات الحكومة. التغيير هذا لا يعني لنا شيئا، لابد للحكومة ترفض هذا القرار جملة وتفصيلا. أما هذا التغيير تشكيل لجنة، العراقيون يفهمون أنه حينما يقال تشكيل لجنة معنى أن هذا الأمر سيضيع. طيب فضيلة الشيخ، يقول بيان كبار العلماء إن قسمة الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف السابقة يتناقض تماما مع واقع الأوقاف وعائدية غالبيتها، أين وجه التناقض هنا؟
الدليل. الأوقاف سنة كثيرة جدا، وأهل السنة ساروا على هذا المنهج من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إلى يوم الناس هذا، يوقفون أموالهم لجهات معينة طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى. إخواننا الشيعة ليس عندهم شيء يسمى وقف، يا أخي ليست عندهم أوقاف، ما عندهم من مبرات وصدقات تعطى للمرجع وهو يتصرف بها. يعني أكثر من 95% من جميع الأوقاف لأهل السنة، بالنسبة الباقية التي هي أوقاف شيعية هي لا تمثل أوقافا عاما، إنما 90% منها هي وقف ذري، والوقف الذري غير هذا الوقف. ذري أن يوقف فلان وذريته محصور، لأن محصور النفع. ما بالنسبة لأوقاف السنة والجماعة هي أوقاف فيها جهات عامة أستفيد منها طالب العلم، يستفيد منها الفقير، يستفيد منها الأرملة، حتى أن فائدتها وصلت إلى الكلاب السائبة والقطط السائبة، ذلك أوقاف لها. هذا الوقف غير موجود، لذلك أنه تقول نتقاتل، لا يمكن أن كلمة نتقاتل غير صحيحة. نعم. نتقاتل غير صحيحة، لأنه رجل يملك 1% من عقار، ويأتي لمن يملك 99% يقول له تعال نتقاتل. نعم. ويقول شكرا لكم فضيلة الشيخ الدكتور رافع رفاعي مفتي الديار العراقية لوجودكم معنا في هذه الجولة.